مشاهدينا الكرام، مساء الخير، اهلا بيكم معنا وحلقه جديده من هنا ماسبيرو. نبداها معاكم بقراءه لاهم واحدث الاخبار على الساحه المحليه والدوليه. اول خبر معنا حول انضمام مصر لمؤشر جي بي مورجان بنهايه يناير المقبل. اكد الدكتور محمد معيط وزير الماليه انه اعلان انضمام مصر لمؤسسه جي بي مورجان للسندات الحكوميه بالاسواق الناشئه اعتبارا من يناير المقبل يعد بمثابه شهاده ثقه جديده من المستثمرين الاجانب في صلابه الاقتصاد المصري. حول هذا الموضوع معنا اتصال تليفوني مع الأستاذة نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية. أستاذة نيفين أهلا بك معنا. أهلا، مساء الخير أستاذة نيفين. بداية مساء الخير أستاذة نيفين، بداية قبل ما نتكلم عن يعني أهمية انضمام مصر لهذا المؤشر، كما نعلم أنه مصر كانت منضمة لهذا المؤشر ولكن خرجت منه في 2011 لعدم الوفاء بمتطلبات المؤسسة. لو تكلمينا إزاي وزارة المالية سعت للعودة مرة أخرى إلى هذا المؤشر؟ هو الحقيقة احنا بقالنا 3 سنين بنشتغل على متطلبات مؤشر جي بي مورجان علشان مصر تقدر تنضم إليه مرة أخرى. المتطلبات دي يعني بتتراوح ما بين حاجات على صعيد الاقتصاد الكلي ومتطلبات اخرى في سوق الاوراق الحكوميه المصريه. فبالوقت قدرنا الحمد لله ان احنا نوفي بالمتطلبات اللي جي بي مورجان محتاجاها علشان نقدر ننضم تاني لهذا المؤشر. وبالفعل في ابريل الماضي كنا خلصنا كل المتطلبات، وبالتالي قدرنا ان احنا نخش على قائمه المراقبه بالنسبة لهذا المؤشر. وده كإجراء من ناحية جي بي مورجان إن أي دولة بتخش عشان تبقى تنضم لهذا المؤشر مرة أخرى بتنضم على حاجة اسمها قائمة المراقبة لمدة على الأقل 6 شهور. نعم. فبالفعل بعد 6 شهور وإحنا دلوقتي في أكتوبر أعلنوا إن خلاص هم وافقوا على انضمام مصر، وإن الانضمام الفعلي هيتم إن شاء الله في يناير المقبل، يناير 2022. إزاي شايفة أهمية انضمام مصر للمؤشر وأثر ده على الاقتصاد المصري؟ طبعاً انضمام مصر مرة أخرى لمؤشر عالمي زي جي بي مورجان للسندات الحكومية ده بيدي يعني رسالة قوية للمجتمع الاستثماري الأجنبي إن مصر قدرة إن هي تحقق المتطلبات بتاعة المؤشرات العالمية. وده بيخلي ان الاستثمارات الاجنبيه اللي بيتم ضخها في مثل هذه المؤشرات مصر بتنال منها جزء منها بحسب نسبه الانضمام بالمؤشر. يعني احنا منضمين بالمؤشر ب 1.85% يعني 1.85% من هذا المؤشر. فبالتالي اي فلوس بتخش هذا المؤشر احنا بناخد بنسبتنا بتخش عندنا على السندات. طب وفقا استاذه نيفين، وفقا للنسبه دي الى اي مدى بتعكس تواجد مصر على خريطه الاقتصادات المستدامه بشكل عام؟ احنا النسبه يعني زادت عن اللي كان متوقع ان مصر تخش بيها. والدول عاده برضو بيبقى كل مؤشر بيبقى ليه ميثودولوجي معينه بيتبعها، ويبقى عادة ما بيزيدش نسبة البلد الواحدة عن 2.5 أو 3%. فكون ان مصر تخش بالنسبة زي كده بعد غياب يعني حوالي 8 سنين او 9 سنين كمان، فده بيعتبر يعني مؤشر كويس جدا لوضعنا والوضع الاقتصادي المصري. طيب عايز انتقل لخبر اخر، انه دكتور محمد معيط اعلن ان الوزارة نجحت في تطبيق الفاتورة الالكترونية في الجدول الزمني المقرر. ازاي شايفة اهمية يعني هذه الخطوة انها تتم في الجدول الزمني المقرر، خاصة فيما يخص مسيرة رقمنة الاقتصاد المصري بشكل عام؟ طبعا الرقمنة دي هي يعني الاستراتيجية اللي ماشية يعني في التقدم بأي إجراءات أو أي اقتصاديات دلوقتي، هو ده أهم حاجة ممكن إن احنا نعتمد عليها في إن احنا نحسن من الإجراءات الداخلية في الوزارة. وفي نفس الوقت إن احنا برضو من ناحية الشركات إن احنا دي حاجة بتضمن لهم حقهم وبتضمن لهم سرعة الاجراءات وان مفيش اي حاجه تكون متعطله في النص. وزي ما حضرتك عارفه طبعا دي كانت حاجه بقى لها فتره يعني يعتبر تحدي بالنسبه للحكومه وللشركات ان هي تقدر ان هي تعمل حاجه زي كده في وقت قصير وفي الوقت اللي احنا كنا متفقين عليه. طيب هل المنظوره قدرت انها يعني تكشف حالات تهرب ضريبي؟ هي يعني خلينا نقول ان هي لما هتطبق دي هنقدر ان احنا يعني نحد من اي تهرب ضريبي، لانه
هيبقى كل حاجه اوتوميتد او يعني الكترونيا، فبنحد من اي تدخل بشري، وده بيكون عامه احسن في الالتزام او الحوكمه وال صحيح صحيح. يعني استاذه نيفين، يعني احنا زي ما احنا شايفين انه في اتجاه لرقمنه الاقتصاد المصري من خلال تطويره، ما كانت سواء المنظومه الجمركيه وكمان المنظومه الضريبيه، الى اي مدى شايفه انه ده ممكن يوصلنا ان احنا نقدر يبقى في حوكمه وحصر المجتمع الضريبي والجمركي بشكل كامل، وكمان يساهم في دخول الاقتصاد الغير الرسمي؟ يعني هقول لحضرتك على حاجه، مثلا نرجع تاني لمثلا موضوع جي بي مورجان، كان احد المتطلبات فيه ان احنا نغير حاجات معينه في الاجراءات بتاعه عدم الازواج الضريبي بالنسبه للمستثمرين الاجانب، ودي كانت من احد اهم المتطلبات بالنسبه لهم عشان يقدروا ان هم بعد كده يكملوا معانا بقيه المتطلبات. فحاجه زي كده مثلا بتدي حضرتك فكره قد ايه ان كل ما بنروح للرقمنه وكل ما بنروح يعني ان احنا الاوتوميت كل السيستمز اللي عندنا، ده بيخلي ثقه المستثمرين الاجانب تزيد على الاقتصاد المصري، وبتوري ان احنا ماشيين في الطريق الصح، وماشيين ان احنا نبقى بنطبق المعايير الدوليه في اي حاجه، سواء في الجمارك، سواء في الضرائب، سواء في اي حاجه ليها علاقه ب المصالح اللي تتبع وزارة المالية. أستاذة نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا الاتصال. فاصل ونرجع معاكم مرة تانية. 8275 موظف بالجهاز الإداري للدولة يتقدمون للعلاج من الإدمان تزامنا مع إصدار قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات. أعلنت الدكتورة نيفين القباش وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي استمرار الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا. حول هذا الموضوع معنا اتصال تليفوني مع الأستاذ دكتور أحمد الكتامي، مدير عام البرامج العلاجية للصندوق مكافحة علاج الإدمان وتعاطي المخدرات. دكتور أحمد أهلا بيك معنا. مساء الخير يا فندم، أهلا بيكي وأهلا بالسادة المشاهدين. دكتور أحمد، وفق الخبر اللي موجود معانا 8275 موظف بالجهاز الإداري للدولة تقدموا بالفعل للعلاج، بداية يعني عايزين نتكلم عن أنواع الخدمات العلاجية والتأهيلية اللي بيقدمها الصندوق في الفترة دي. اسمحي لي استعرض بشكل سريع جدا الخدمات اللي بيقدمها الصندوق. احنا بنقدم حزمه من الخدمات لمرضى الادمان، يمكن بيتمثل اولها في تخصيص رقم مختصر 16023. الخط ده او الرقم ده بيشتغل على مدار ال 24 ساعه طوال ايام الاسبوع، بنقدر من خلاله ان احنا نجاوب على كل الاستفسارات والاسئله سواء من المريض او اسرته حوالين اي احتياجات هم بيحتاجوها، سواء اذا كان المريض عنده رغبه بالعلاج فبنحيله الى احد المراكز التابعه او الشريكه مع الصندوق اللي وصل عددهم دلوقتي 27 مركز في 17 محافظه، او ان احنا بنجاوب على استفسارات الاسر اللي احنا بنسميها المشوره. في كتير من الاسر بيبقى عندهم بعض الاستفسارات حوالين تغير سلوك احد الابناء، بدا يظهر عليه اعراض مختلفه، بدا بينام كتير، بيطلب فلوس كتير، يعني اي اعراض يقدروا يحددوا اذا كان هو ده عنده مشكله مع المخدرات او لا. كمان على الخط الساخن بنستقبل البلاغات، وده كتير من الناس ما تعرفوش. يعني خاصه احنا مع الموسم بدايه العام الدراسي وكل سنه وكل الاسر طيبين، ان البلاغات عن سائقي حافلات المدارس كتير جدا بيكون يعني علينا ملاحظات على سائقي حفلات المدارس، عدم الالتزام، انه بيسوق بشكل ردود افعال غريبه، يعني بيسوق بسرعه متهوره. طب ايه الخطوات اللي بيتم اتخاذها في هذه الحالات بالتحديد دكتور احمد؟ لانه يعني مساله سائقي حفلات المدارس دي يعني دي نقطه مهمه جدا، ومهمه جدا لسلامه الاطفال. يعني انا بحييكي طبعا، دي شيء مهم جدا. في حاله ان الاسره بدأت تشك في سائق الحافلة، كل اللي مطلوب منها ان هي تتصل على 16023 بتعمل بلاغ عن الحافلة. مش انا ما يهمنيش اسم السواق، لان انا بنزل المدرسة هعمل كشف على كل سائقي الحافلات اللي موجودين في المدرسة دي. سواء بقى حافلات مدرسية، سواء اتوبيسات جامعة، يعني أي نقل فيما يخص الطلبة اخواتنا سواء مدارس جامعات احنا بننزل ننفذها. طيب دكتور اتفضل. كمان احنا بنستقبل البلاغات الخاصه بالاتجار، في ناس كتير بتتكلم على ان انا في تحت بيتي في مكان بيبيع، في شخص واقف. احنا كمان في تنسيق مع الاداره العامه لمكافحه المخدرات بصوره كبيره جدا،
داخلها للاداره في حاله ان هي بتاخد خطواتها وتتاكد من يعني جديه البلاغ، بيكون في اتخاذ اجراءات قانونيه قويه جدا. طيب هل لاحظت دكتور احمد انه يعني عدد الاتصالات التليفونيه زادت مع يعني تفعيل او اصدار قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات؟ في الحقيقه طبعا احنا يعني بمجرد ان القانون تم اصداره السيد رئيس الجمهوريه في شهر 6 اللي فات، اعتقد ان الاعداد يعني زادت بصوره كبيره جدا. لما زي ما حضرتك ذكرتي يعني 8275 اتصال تليفوني من موظفين بيرغبوا في العلاج، بيبدوا رغبتهم وبيستفسروا عن مدى السريه في العلاج، ان هو لو تقدم للعلاج هل ده يعفيه من المسؤوليه او لا؟ هل هيبقى في اي اجراء ضده؟ طب العلاج مدته قد ايه؟ طب هيكلفني كام؟ كل الحاجات دي بنجاوبه عليها، واحنا بنأكد ان العلاج بالمجان والسريه تامه، وان اي حد عنده مشكله مع المخدرات يتصل بالخط الساخن وهيتم احالته لاحد المراكز الشريكه معانا وهياخد العلاج، ده هيعفيه تماما من المسؤوليه القانونيه في حال وجود بيعفيه دكتور احمد لفتره زمنيه محدده؟ طول يا فندم ما هو بيتعالج هو معفيه، لان خلاص هو خد الخطوه وبدا يتعالج. لكن لو تم توقيع الكشف الطبي عليه واثبتنا ان هو متعاطي المواد المخدره اثناء تاديه وظيفته، القانون الجديد بيأكد ان هيكون في فصل مباشر. طيب ده يخلينا نتكلم برضو على نسبه الانتكاسات، يعني هل احنا عندنا نسبه محدده للانتكاسه للاشخاص مثلا اللي بيتم علاجهم وعلاجهم يعني بينجح لفتره معينه وبعد كده بيحصل لهم انتكاسه مره ثانيه؟ طبيعي ان علاج الادمان معروف ان هو مرض ذو طبيعه انتكاسيه. لكن انا باكد لحضرتك ان نسب التعافي في المجتمع المصري عاليه جدا. وانا ما بحبش اذكر نسبه الانتكاسه، في بعض الاحيان مرضى كتير بيتكلوا اليها وبيقولوا هم بيقولوا ان النسبه كذا، يعني انا لو جت عليا انا ما بحبش اقول ده، وبحب دايما اتكلم عن الايجابي. ان التعافي هو الاكثر، ان التعافي موجود، ان احنا عندنا متعافين كتير مكملين بسنين طويله، ان احنا بندعم المتعافين فيما يسمى الدمج المجتمعي. الصندوق بيعمله النهارده، احنا عشان نمنع الانتكاسه بدانا نوفر قروض بالشراكه مع بنك ناصر صغيره ومتناهيه الصغر للمتعافين من الادمان، يقدروا يعملوا مشروعات تمنحهم من الانتكاسه ويعتمدوا عليها في بناء مستقبلهم. بدانا نوفر تدريب على حرف ومهن يطلبها سوق العمل، يقدروا يرجعوا تاني يشاركوا في المجتمع ونعتمد عليهم. كل ده النهارده احنا بنحاول نوفره تقريبا. هل دكتور احمد احنا لسه لحد دلوقتي محتاجين ان احنا نشتغل على ثقافه تقبل الشخص اللي يعني كان عنده ظروف وادمن ثم بعد ذلك يعني قدر ان هو يتعافى، هل احنا محتاجين لسه نشتغل على الثقافه دي؟ طبعا اسمحي لي احييكي على السؤال ده. احنا في معاناه كبيره اللي احنا بنسميها الوصمه اللي بتوصل مريض الادمان، في كتير جدا بيبقى لسه في عدم تقبل لوجوده وعدم تقبل لدمجه مره اخرى. مش كل الناس تقدر توافق انه شغل عنده مدمن متعافي او شخص مر بالتجربه دي، فاحنا فعلا محتاجين نغير النظره وناكد ان الشخص ده شخص مريض يستحق الدعم ويستحق العنايه، هو مش مجرم لكن هو فعلا مريض يستحق العلاج والدعم. صحيح. طيب سؤال اخير دكتور احمد، هل من خلال الاتصالات والاستفسارات التليفونيه قدرتوا بشكل او باخر ان انتوا يعني يبقى في رسم الخريطه معلوماتيه خاصه بمرض الادمان، يعني السن او المرحله العمريه اللي بتقدم على الادمان، انواع المخدرات، وده بشكل او باخر ممكن ان هو يساهم في تطوير او يعني سياسه مواجهه الادمان في مصر بشكل عام؟ طبعا يا فندم احنا عندنا خريطه معلوماتيه كبيره جدا، كل التفاصيل الدقيقه بالساده المتصلين. احنا بس باكد انا ما بسالش على الاسم ولا العنوان، ده لا يعنيني، انا بيعنيني المعلومات اللي حضرتك بتقوليها، اكثر انواع المخدرات اللي الراغبين في العلاج النهارده بياخدوها هي ايه؟ هتلاقي مخدر الحشيش هو رقم واحد بيتصدر دايما المشهد، اكثر مخدر، وده بيتنافى كتير جدا مع المعتقدات السائده ان الحشيش مش ادمان، وان الحشيش دي حاجه لطيفه كده فور فن في الرحلات او في الافراح منتشره. لا، ان النهارده اعلى نسبه اتصال على الخط الساخن راغبين في العلاج، راغبين في العلاج من مخدر الحشيش. بيليه الهيروين. بيليه ترامادول. بيليهم المخدرات التخليقيه اللي بدات تظهر شويه في السوق، اللي هي الاستروكس والبودو. تمام. طيب يا دكتور احمد،
ده برضو سؤال يعني بيحضرني، هو عادة اللي بيتصل هل المدمن نفسه ولا شخص قريب لي أو صديق لي؟ لفترات طويلة جدا كان الأم والأب هم اللي بتفضلوا المشهد في الاتصالات، لكن من خلال يعني آخر 4 سنين ومع الحملات الإعلامية القوية اللي الصندوق نفذها قدرنا نوصل إن المريض نفسه هو بقى رقم واحد في الاتصال، وده نجاح قوي جدا. ومجرد ان المريض هو اللي بيتصل، انا بعتقد ان احنا يعني قطعنا 75% من رحله العلاج، ان هو عنده رغبه في العلاج وبيطلبه، ده نجاح كبير جدا. صحيح صحيح. وهل نقدر نقول انه يعني نسبه الادمان في مصر قلت عن السنوات اللي قبل كده؟ لانه يعني في فتره من الفترات كانت نسبه التعاطي في مصر نسبه عاليه جدا. فعلا يا فندم، احنا وفقا للنصوص والدراسات اللي بيتم اجراءها كل 5 سنوات يعني لرصد التغير او الثبات في الظاهره، احنا في 2015 كانت نسبه التعاطي في المجتمع المصري 10%، ودي كانت نسبه كبيره جدا يعني طبعا. النسب العالميه 5%، احنا كنا ضعف النسبه العالميه، ويمكن التوقيت اللي تم اجراء فيه الدراسه يمكن كنا لسه طالعين من احداث الثوره، وكان لسه في سيوله امنيه، ويعني كان في متغيرات كتير جدا يمكن كانت سبب رئيسي. ولكن احنا مؤخرا لما عملنا المسح الاخير في 2020 النسبه قلت جدا، وقدرنا نوصل ل 5.9، وده بيتوافق كتير جدا مع النسب العالميه. صحيح صحيح. يعني تقليل نسبه جيد. دكتور احمد الكتامي مدير عام البرامج العلاجيه لصندوق مكافحه الادمان والتعاطي، بشكرك شكرا جزيلا على هذا الاتصال. فاصل ونرجع معكم مره ثانيه. تم صندوق تحيا مصر صباح اليوم قوافل المبادره الرئاسيه نور حياه للكشف عن مسببات ضعف وفقدان البصر لدى المواطنين، وذلك في محافظات كفر الشيخ، دمياط، سوهاج، الدقهليه، المنوفيه، بني سويف والسويس. حول هذا الموضوع معنا اتصال تليفوني مع الاستاذ محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر. استاذ محمد اهلا بيك معانا. مساء الخير يا فندم. استاذ محمد، بدايه يعني كلمنا عن الهدف من المبادره، مبادره نور حياه. الحقيقه مبادره نور حياه يمكن اطلقها السيد الرئيس في يناير 2019 بهدف مسيره الاتجاه العالمي لمكافحه مسببات ضعف وفقدان الابصار. الحقيقه ان كان في اتجاه دولي لمكافحه هذا المرض نتيجه الحقيقه سرعه انتشاره. يعني احصائيات منظمه الصحه العالميه بتقول ان كل دقيقه تقريبا في مصاب باحدى مسببات ضعف وفقدان الابصار حول العالم، ومن هنا كان في اتجاه دولي لمواجهه هذا المرض. الحقيقه السيد الرئيس كلف صندوق تحيا مصر برصد 1 مليار جنيه لتنفيذ مبادره نور حياه لمكافحه هذا المرض من خلال تنظيم قوافل ميدانيه بتستهدف الكشف على الكبار، بالإضافة كمان لتنظيم قوافل خاصة بمدارس المرحلة الابتدائية كنوع من أنواع الكشف المبكر. نعم. عن هذه المسببات. الحمد لله احنا لحد دلوقتي اشتغلنا في 19 محافظة على مستوى الجمهورية من خلال قوافل ميدانية بيتم تنظيمها، وتحويل الحالات المتطلبة تدخل جراحي إلى المستشفيات التابعة لإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة. المبادره استاذ محمد تقدر انها تقدم يعني او 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 تحول لكام عمليه؟ احنا النسبه تقريبا بتتراوح ما بين 10 و 15% في كل قافله. فاحنا بنعمل كشف تاني بعد القافله داخل المستشفى للتاكد من احتياج المريض لعمليه الميه البيضاء او غيره. فاحنا بنتكلم ان احنا رصدين ان احنا نعمل 200,000 عمليه. 200,000 عمليه؟ 200,000 عمليه، ده المستهدف من المبادره. علشان كمان نحاول ما يكونش في قوائم انتظار خاصه بالميه البيضاء، وكمان احنا بنشتغل من خلال اداره الخدمات الطبيه بالقوات المسلحه عشان ما نحملش اكتر على مستشفيات وزاره الصحه والمستشفيات الجامعيه. كمان ان شاء الله بنستهدف قبل نهايه العام ان احنا نشتغل في اسوان وجنوب سيناء عشان نكون المبادره وصلت ل 21 محافظه على مستوى الجمهوريه. طيب ليه تحديدا استاذ محمد الميه البيضاء؟ هي الاكثر الحقيقه شيوعا بين المرضى من خلال الدراسات الكتير اللي اتعملت اثناء المرحله التجريبيه للمبادره والتواصل مع عدد كبير جدا من منظمات المجتمع المدني اللي بالفعل كان عندهم حالات الحقيقه بتمثل قوائم انتظار ناس مش عندها المقدره لاجراء هذه العمليه. كمان المشكله في الميه البيضاء ان
الصاحب لهذا المرض بيكون عنده قناعة ان هو فقد البصر، في حين ان زرع العدسة واجراء هذه العملية في مدة لا تستغرق 45 دقيقة بيرجع له نظره بنسبة يعني نسبة الشفاء فيها بتصل ل 80%. نسبة النجاح 80%. بالضبط، يعني العملية المية البيضاء بتقدر ان هي بنسبة 80% ترجع البصر بنسبة هذه النسبة يعني. وكمان الحقيقة وجود الضغط والسكر بيبقى أحد أسباب اللي بتعول فكرة إن الموضوع يكون ناجح 100% أو لا. نعم، اتفضل. فعشان كده القوافل بتاعتنا بتعمل قياس سكر وضغط علشان هو ده أحد المسببات الخاصة بالمية البيضاء أو ضعف وفقدان الإبصار بشكل عام. طيب القوافل أستاذ محمد بتقدم دلوقتي الكشف وكمان بتحول للعمليات إذا كان في حاجة لأي عملية، طيب هل بيتم صرف أدوية؟ طبعا، يعني هي القافلة بتعمل ثلاث حاجات، بتعمل كشف الرمد وبتصرف العلاج المجاني وكمان بتعمل قياس النضارة علشان المواطنين اللي بيكونوا محتاجين للنظارة. الحاجة الوحيدة اللي بيتم تحويل المستشفى هي العمليات والتدخلات الجراحية اللي محتاجة التحويل على المستشفى. متوقع أنه المبادرة تغطي كافة محافظات الجمهورية خلال مدة زمنية معينة؟ طبعا، هو تنفيذ المبادرة 3 سنين، بس طبعا عايزين ناخد في الاعتبار أن تفشي كورونا في 2020 قفل كتير جدا من المستشفيات، وبالتالي تعطلت بعض العمليات، فأوقات التوقف دي عطلتنا شوية، ولكن احنا عشان كده بنحاول ان احنا نكثف خلال الفترة اللي جاية بافتتاح عدد اكبر من غرف العمليات اللي بتشارك، لان هو بيكون صعب جدا ان حضرتك تكشفي على حد وما تعملوش العملية في وقت قصير كده، يعني احنا بنحمل عليه معنويا اكتر كمان من التعب او المرض الجسدي اللي عنده. عشان كده بنبقى حريصين جدا ان احنا تاني اسبوع من القافلة على طول يتم التحويل للمستشفى علشان ما نطولش على الناس. دي اشكال بقى التنسيق طبعا من خلال المبادرة وكمان الجهات المعنية، هل في تنسيق كمان مع منظمة الصحة العالمية؟ طبعا، اجراءات الكشف وضمان يعني مراجعه المعايير في كشف الرمد ده كان مهم جدا ان احنا ننفذه بالشراكه مع منظمه الصحه العالميه. ايضا منظمه الصحه العالميه وفرت لنا بعض المعلومات التوعويه والاسترشاديه اللي بنوزعها على المدارس اللي بنشتغل فيها، بالاضافه كمان لادوات القياس اللي احنا بنسيبها في الدكتور اللي بيكون موجود في المدارس اللي بنزورها علشان نضمن ان عمليه الكشف الدوري تكون مستمره. الفكره في الكشف المبكر على تلاميذ المرحله الابتدائيه ان هو يلبس النظاره لو هو محتاجها، ويتم عمليه الكشف الدوري كل 6 شهور عشان يغير العدسات بحيث ان احنا نحافظ على مستوى نظره، وبالتالي يعني نتلافى فكره التسرب من التعليم او عدم التحصيل داخل الفصل الدراسي نتيجه ضعف النظر. يا استاذ محمد، سؤال اخير، يعني احنا في بدايه الاتصال قلت لي انه تم رصد 1 مليار جنيه لهذه المبادره، طب اللي عايز يشارك او اللي عايز يساهم يعمل ايه؟ احنا عندنا الخط الساخن الخاص بالصندوق 15118، اي حد يقدر يتواصل معانا، سواء هو حابب ان هو يروح البنك ويتبرع على 037037 مبادرة نور حياة في كل البنوك المصرية، او ان هو يبلغنا ان هو محتاج حد مندوب يكون معاه اثبات شخصية وبالاضافة للايصال المعتمد بالتبرع، فبيتم الاتفاق على موعد ينزله بيوصل لنا التبرع او المساهمة. كمان صفحة الصندوق صندوق تحيا مصر على الفيسبوك يقدر ان هو يتواصل معانا ويعرف كل معلومات التبرع، ومن خلال كمان موقع الالكتروني تحيا مصر فند.org يقدر من خلال الكريدت كارد والديبت كارد ان هو يساهم معانا في كل مشروعات الصندوق. استاذ محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، بشكرك شكرا جزيلا على هذا الاتصال. بكده تكون انتهت فقره اخبارنا. بعد الفاصل حوار يجري الزميل شريف فؤاد مع الصحفيه نوره راشد نائب رئيس تحرير جريده الجمهوريه. فاصل ونعود مره.
كل التحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام، تحية متجددة في مستهل هذه الحلقة والجزء الثاني وفقرتنا الثانية من حلقة اليوم من برنامجنا هنا مسبيرو. بسعد بصحبة حضراتكم في لقاء حواري نتعرض فيه لواحد من الموضوعات المهمة بعد ما تجولنا مع زميلتي العزيزة عاطفة وسعود في الفقرة الأولى ومجموعة من أهم وأحدث الأخبار. الحقيقة احنا هنتكلم عن أهمية مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة تجمع فيشغراد. دول أربعة مهمة في أوروبا هي المجر والتشيك وبولندا وسلوفاكيا، عاملة تجمع من التجمعات المهمة جدا اللي لها تأثير كبير سياسي واقتصادي وعسكري داخل أوروبا وحتى على مستوى مجموعة الـ20 الاقتصادية. الرئيس كان حريص على تلبية الدعوة لتوطيد الحقيقة العلاقات والتعاون الكبير بين مختلف بلدان العالم، خاصة أن منهج مصر بعد 30 يونيو هو توسيعة هذه الدوائر وتمتين هذه العلاقات. خلوني أرحب بضيفتي الكريمة الكاتبة الصحفية الكبيرة التي تشاركنا هذه الإطلالة وهذه الإضاءة، الأستاذة نورة راشد نائب رئيس تحرير الجمهورية. أنا اللي اتشرفت بحضراتكم، ويعني عايزة أقدم برضو في البداية مشاركتي والتحية والتقدير في حرب أكتوبر المجيدة. صحيح. وفي الشهر الجميل يعني بمولد النبوي الشريف، يعني خاتم الأنبياء، وأسأل الله عز وجل يعني ينزل علينا رحمته بقى ويزيح كل المشاكل. ودي بداية جميلة من سيادة الرئيس المشاركة الرباعية اللي هي مستدامة إن شاء الله. صحيح. للعمل التعاون المستقبلي والرؤية المستقبلية في البناء ومن أجل التنمية ومن أجل نهضة مصر إن هي تكون في المقدمة وهي المستضيفينها، على إن هي تحط الخريطة الاستراتيجية لبناء دول، يعني هنقول إيه، هم أخواتنا. المجتمع الأوروبي النهاردة هو في علاقات متميزة، علاقات وتعاون مشترك يعني من زمان، ولكن تفعيلها من سيادة الرئيس وأن هو يعني يتحدث عن الهجرة الشرعية، يتحدث عن القصور اللي موجود ويرد على برضه اللاجئين، اللاجئين من معالجات حتى حقوق الإنسان، قدم درس يتعلق بمفهوم حقوق طبعا. يعني الرئيس دايما بيدرس كل موقف هو بينحط فيه، وعنده بعد نظر وعنده ابتكار، ابتكار وموهبة ربنا يعني اصطفى بيها، انه دايما هو بيقدم استراتيجية بناء وتنمية، بيبعد عن العنف، بيبعد عن الشعور بالنبذ، الشعور بال يعني بوقف الطريق المستقيم. فهو النهارده لما يروح في اللجنه القمه الرباعيه بين اربع دول ان هي بينهض بيها ويقدموا بعض حضرتك المبادرات في العلاقات الثنائيه والعلاقات اللي هي شامله الصناعه والثقافه والسلاح، ده شيء جميل جدا. انه طبعا وكمان يعني ما ينساش ان برضو موقف سد النهضة طبعاً. فهو طبعا محاور استراتيجية متعددة. ومن هنا بتبرز أهمية الزيارة وتلبية الدعوة لهذه القمة في هذا التوقيت طبعا، والاحتفال الرائع اللي يعني يليق بهيبة مصر ورئيس مصر، يعني ده برضو أبهرني جدا. ومن خلال متابعتي لسيادة الرئيس دايما بيقدم أهم حاجة الأمن والأمان والاستقرار. صحيح. يعني بناء بدون استقرار وبدون استراتيجية بناءة مستدامة في جميع الدول. النهاردة في الحرب الكيماوية، يعني دي حاجة إن هو يتكلم فيها ويفتح المفاهيم مع صحيح. الدول، ويفتح الرؤى المستقبليه، ويطلعهم على حقيقه ما يحدث في مصر، خاصه في مجال الحياه الكريم. طب ايه رايك حضرتك استاذه نوره نشوف جانب من كلمه سياده الرئيس ونعود في قمه تجمع الفيشغراد في بودابست عاصمه المجر لنستكمل هذا الحوار المهم مع الاستاذه نوره راشد؟ ابقوا معنا مشاهدينا الكرام. الحقيقه مجموعه رسائل مهمه جدا، علشان كده نتوقف مع جمله مهمه قالها سياده الرئيس علشان استطلع راي الاستاذه نوره راشد فيها خلال حديث سيادته عن ملف الهجره غير الشرعيه.
كعنوان يعكس شكل من أشكال حقوق الإنسان المفقودة في المنطقة طبعا. وليس فقط منظور التعبير عن الرأي، لأن المشكلة الحقيقة المعضلة الأساسية أن دايما الغرب ينظر إلى أنه حقوق الإنسان هي مقصورة فقط على حرية التعبير والرأي، لكن سيادة الرئيس ضرب يعني مثل مهم بفكرة الهجرة غير الشرعية. يعني هذا الطرح المميز لقضية حقوق الإنسان شايفة إزاي أستاذ نورة؟ والله أنا شايفة أن هو بداية حقوق الإنسان طبقها هنا على الإنسان، إنه حق الإنسان في الحياة الكريمة، صحيح، في الحياة، مش في إن هو يهاجر بدون مأوى وبعدين ده فتح قضية رهيبة، لأنك أنت بتصدر في هجرة غير شرعية رايحين فين أيا كان من الطرفين، إن كان الأوروبي أو إن كان الأفريقي أو إن كان أي حتة، بدون أساس دي بتهدم دول وبتفكك عقول بدون تنسيق فكري وثقافي ونفسي وتأهيلي. فهو النهاردة برز حتة، هل عندكم استعداد إن إحنا نعالج ده فكريا من أجل الشباب؟ لأن اللي بيطلع شاب صحيح فاقد الثقة، مش لاقي مأوى، بيتخيل له إنه لو هاجر هيلاقي ملذات الحياة، الله أعلم بقى بياخدوه يا بيلاقي فكر متطرف، أو مش هقول متطرف، فكر ملوث، فكر ملوش أسس من الوعي الثقافي الديني الأخلاقي. هوية الإنسان لازم تبقى فيها مبادئ، خلقنا الإنسان وعلمناه البيان، فربنا سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان علمه مش يمشي كده. فالرئيس سبحانه يعني بيتكلم بلغة الحكمة، إنك النهاردة عندكم استعداد نقعد مع بعض علشان نحل المشكلة دي حل جذري، وتوفير لهم الحياة الكريمة الاجتماعية الاقتصادية، يبقى إنسان، لأن هو خارج بره علشان يكون إيه قرش عشان يعيش بيه. طب ما أنا أوفر ده في إن أنا أأهله بالناحية الاقتصادية الصناعة. حاجة تانية إن هو سيادة الرئيس لما جه هنا عمل التعليم اللي هو التعليم بتاع الصناعة تمام، المؤهل المتوسط، المدارس الفنية، المدارس الفنية وكل العالم حقق نهض، يعني مش النهاردة لازم أكون كلية، ده ممكن قوي اللي هو التعليم الفني، إذا كان في الصيانة، في السيارة، في التلاجة، في الكهرباء، في المصانع، ده في أمم نهضت بالمهرة دول من الفنيين والعمال. المهم إن أنا أديله مهنة يقوم بيها، صحيح، يكون أسرة بيها، زي ما عمل سيادة الرئيس حياة كريمة تمام، تكافل وتكرم. هو كمان استاذه نوره بعد اذن سيادتك، سياده الرئيس اتكلم عن مبادره حياه كريمه وربط بينها وبين اتساع مفهوم حقوق الانسان في المجتمع الدولي تمام، وسيادته قال ان ده بياتي متسق مع الاهداف الامميه للتنميه المستدامه نظرا لما ترعاه من مبادرات وقيم تمام. انسانيه. هو بيبني بنيه اساسيه اخلاقيه في الانسان، لانك انت مش هتبني جماد وما فيش انسان، لازم تبني إنسان يعرف يتعامل مع التكنولوجيا اللي حضرتك بتعملها، القمر الصناعي اللي احنا بنطلع فوق، حضرتك المفاعل النووي، بتروح حضرتك التأهيل العسكري الاستراتيجي. النهاردة أنا لما بأهل القوات المسلحة، وإن شاء الله يعني نبارك لهم لأنهم في الاحتفالات قريبة إن شاء الله، واحتفالات الشرطة، هنطلع أجيال أجيال بندرسها كيف تتعامل من خلال التعامل مع الجبهات الإرهابية، اللي هو الفكر المتشتت، مش هيقول المتطرف، لا، الفكر المتشتت، لأن هو مش عارف فين يقدر يفتح مستقيم، طريق مستقيم متعلم فيه. فهو دي أساس بنية الإنسان. أنت عندك في البلاد الأوروبية برضو عندهم إرهاب، وعندهم حضرتك ما فيش احترام لحقوق الإنسان. لو أنا رستقت الموضوع نسبي، هو في النهاية هي المعايير بتاع حقوق الإنسان نتفق عليها أولا تمام، يعني هي حضرتك سلوكيات مجتمع،
حضرتك دخلت ابنك في مدرسة وربيته وعلمته والبيئة المحيطة بيه سوية هيطلع كويس. صحيح. زي ما سعادتك قاعد كده مشرف التلفزيون ومثال وقدوة للزملاء المحررين والإعلاميين، فبنتابعها بحضرتك. ده بيرجع لمين؟ لوالدك وأسرتك. ما احنا بنجيب إنسان وبعد كده طلعت بتقدم بقى بتعالج مشاكل المجتمع حضرتك، فده نموذج لحضرتك مشرف. ربنا يكرمك. عايز أستاذن أستاذة نورة، كمان وزير الخارجية المجري اتكلم عن نقطة مهمة قوي، قال ان وقف عمليات الهجرة غير الشرعية بيتطلب حلفاء عندهم اخلاق خارجيين زي مصر يعني، وقال انها بتمثل شريك مهم للغاية وانه بلاده ستواصل الاعتماد عليها في المستقبل بخصوص هذه القضية. سيادة الرئيس كمان كان بيتكلم عن انه مصر اتعاملت مع هذا الموضوع من منظور اخلاقي، يعني ما صدرتش اللاجئين في معسكرات وصدرتهم لاوروبا عشان تضغط بيهم، وحضرتك عارفه ان بعض الدول بتعمل كده وبتبتز اوروبا يعني. طبعا يا فندم، يعني في كتير بلاد يعني تحطمت زي العراق وزي سوريا، اخواتنا هنا ان شاء الله يعودوا، بقوا يعني بقوا مستثمرين كبار هنا محطوطين زي المواطن بالظبط، زي المصري، زي على ارض مصريه. والرئيس فتح البيبان لجميع الدول اللي اصابها ما اصابها، اليمن، سوريا، العراق، بعض الدول اللي اصابها ما اصابها. ولكن احنا مش عايزين نتوسع في الهجره، عايزين نقنن الهجره. وماله اطلع سافر واطلب الهجره لكندا ولا زي ما كانوا بيعملوا، بس على اسس ومبادئ وعلم وثقافه، ان انا استفيد وانت تستفيد. انت تستفيد من العلماء زي زويل لما سافر. صحيح. احنا بقول برضو هجرة. صحيح. ما هو بس هاجر، لكنه عاد وعمل مشروع بس عظيم، بس هاجر بطريقة علمية. توفيق الحكيم، نجيب محفوظ، كله سافر سافر، كلنا بنسافر ولازم نسافر علشان نشوف بلادنا ايه والبلاد دي ايه، ونقتبس ونبتكر الجديد في وطننا. الرئيس النهاردة حط خريطة ومنظومة علشان تمشي بيها الدول وتجتمع معاه، وبيرسم لهم خريطة عشان من أجل بناء تنمية والنهوض بالثقافة والاقتصاد، لأن هناك برضو الاقتصاد عندهم يعني مش قادرين يعملوا. النهاردة في أفريقيا، النهاردة دلوقتي ابتدت تنهض بالمهندسين بتوعنا، بنوصل حضرتك معلمين تربويين هناك عشان يعلموا. لازم التركيز على التعليم، التعليم هو أساس نهوض الدول. لو صحيح. الطفل اتعلم، الطفل بيوصل جنين حضرتك بتربيه كويس وبتدخله بتأهله مؤهل علمي كويس، هيديك الابتكار. فهو الرئيس ما بيستخسرش في ان هو العلم والتنمية اللي هي هتبقى هي يعني هتبقى ثمار المستقبل. صحيح صحيح. ودي الحياة الكريمة اللي سيادة الرئيس حريص. أيوة. وبيحرض المصريين طبعاً على اقتناء وبيتحدى بها العالم. صحيح. طب خلونا نشوف حاجة عن الحياة الكريمة ونرجع لأستاذة نورة. ستكون حياة كريمة ولائقة إن شاء الله لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، سواء كان مواطن مصري أو حتى ضيف أو أخ عزيز من المهاجرين في ظل هذه الظروف الصعبة، ومصر تفتح ذراعيها للجميع دائما. أستاذة نورة، يعني هل يمكن القول أن أوروبا الآن متفهمة لدور مصر وتعتبرها حائط صد للهجرة غير الشرعية والإرهاب والغير والحقيقة مكافحة الإرهاب؟ تمام. هو سيادة الرئيس عملي، ما بيتكلمش، بيعمل عمل فعلي وهو على أرض الواقع. إنك بترسم خريطة بنائية بناية الإنسان وبتوفر له الحياة الكريمة من إن هم كانوا مهجرين في العشوائيات. سيادة الرئيس زي يقول لك إيه، أنا شقيت الجبل، ما بقاش في حاجة اسمها جبل، ما عندهاش مستحيل خالص. هو ما عندوش المستحيل، بيطور ويوسع ويعالج ويدي. هو قاعد في حياة كذا وبيشوف ظروف الناس إيه. صحيح. من جميع المؤسسات المتعاونة معاه، يعني الثقافة مهمة جدا. لما قال لك الحياة الثقافية، ما معنى الحياة الثقافية؟ أن أنا أكون مثقف، أعرف إيه حدود بلدي، حضارة بلدي، استثمار بلدي، أبتكر في بلدي. إني أنا محددات الأمن القومي، مقدرات الوطن. الأمن ده والإرهاب ده لو ما كنتش هعالجه بطريقة فكرية، وعي ثقافي ووعي علمي ووعي غذائي كمان، غذاء. النهاردة لما قالك في المدارس لازم وجبة غذائية صحيح وتكون بالمواصفات الصحية
دي اول حاجه عملها في الحياه في بناء الطفل اصلا الاحتياجات كل طالب. انا مش عايزه شعارات حياه كريمه وحياه رحيمه انا عايزه بيعمل لك حاجه الحياه الكريمه بتتنفذ على الارض بناء ما هي دايما شات لكن التطبيق هو عامله التطبيق لا ما سياده الرئيس جعل كمان بناء الانسان اللي حضرتك بتتكلمي عنه استاذه نوره في مقدمه اولوياته تمام. في بدايه ولايته او المرحله الرئاسيه الثانيه زي ما سياده عارفه من 2018 تمام. وعلى راس ده التعليم والصحه يا فندم الصحة تمام واللقاح وان انا اكتست حضرتك امراض كتيرة جدا الفيروس كبدي وانا بوري للبلاد الاوروبية انا عملت ايه على الارض الواقع لان النهاردة الناس بتتكلم كتير وقيادات كتير احنا واحنا لكن ده داخل بي يعني بخطط الناس عايزة تقلدني صحيح وتطبقها ما هو الدراسه الوضع في مصر دلوقتي محل دراسه محل مثل هذه المبادرات سواء مبادره 100 مليون صحه محوري. مبادره حياه كريمه تمام. حجم المشروعات المعجزه اللي بتحصل في مصر يعني الحقيقه وهو عشان عامل كمان النجاح ده بسبب التيم وورك لو اي عمل فيه تيم وورك واحد وبيبقى فيه عمليه ان احنا نوصل لهدف ننجح المكان ده فهيبقى فيه النجاح فبناء المستقبل وبناء أبنائنا وبناتنا اللي هي يعني احنا بنتشرف ده بيحصل والحقيقة يعني بيت القصيد في مصر زي ما بنقول وده حلم سيادة الرئيس وهدفه تمام. طيب فيما يتعلق بالسياسة الخارجية المصرية حضرتك عارفة احنا واجهتنا مشاكل كتير بعد 30 يونيو جدا خد سيادة الرئيس فترة طويلة محاولة تثبيت أركان الدولة ثم شرح حقيقة ما حدث من ثورة شعبية عظيما حاز لها الجيش المصري ثم الآن علاقات ولا أعظم مع كل دول العالم ومع كل التحالفات المختلفة كيف ترى الأستاذ نور الرشيد السياسة الخارجية المصرية؟ والله السياسة الخارجية دلوقتي يعني في أفاق جميلة جدا ومفتوحة دلوقتي وفي علاقات متبادلة بين جميع الدول والرؤى تمام يعني الرئيس ما بيسيبش اي حضرتك محفل او عن طريق الكونفرنس او في امريكا وكان لسه كان في وفد جاي من المخابرات الامريكيه ويعني بتنسيق التكنيك العسكري كمان هو يعني داخل ان هو بينسق ازاي الخبرات المعلوماتيه بين الدول والتنسيق بين معالجه بعض السياسيات السياسات الخارجية بطريقة علمية يعني النهاردة حضرتك بينهض بالجيش بينهض حضرتك بالمعلومات والناس اللي هي كانت حضرتك بتعمل زعزعة ابتدت تقل ويحجمها برضو لأن دي برضو طول ما في ناس بتعمل زعزعة في الأمن القومي ده بيعمل قلاقل في الدول وبيقلق الدول وما بتبقاش عايزة ان هي تنهض بالدول النهاردة الارهاب في بعض الدول واحد يفجر حاجة عنده النبذ الديني النبذ الديني ده مهم جدا ان انا انبذ ديانة عن ديانة دي لا, 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 لا طبعا فطبعا النهاردة التنسيق الديني التنسيق السياسي التنسيق النفسي ان انا اهل الناس دي نفسيا عن طريق العلاج وعن طريق حضرتك المواثيق الدولية اللي هي طبعا في معاهدات كتيرة جدا دولية بين الدول اللي هي بين يعني بين الدول في الانتربول تسليم حضرتك الارهابيين الخارجين عن القانون لان هم اللي بيعملوا زعزعة وبياخدوا شبابنا من الهجرة اللي هي غير شرعية اللي هي منذ سنوات لم تخرج يعني مركب واحد لا دلوقتي في هجرة غير شرعية لا ما فيش لا خلاص الحدود يعني سلاح الحدود دلوقتي كل التحية والتقدير ليه يعني عامل انضباط النهاردة البحر حضرتك نفسه ما يقدرش حد يعدي إلا بإشارة القوات صحيح. البحرية عاملة دور جامد جدا يعني نشكرها ونشكر أبنائنا لأن هم اللي بيحافظوا على حدود البلد طيب عايز أخد حضرتك لملف أخير وسيادة الرئيس أكد عليه أيضا في هذه القمة فيما يتعلق بأن التعاون والشراكة موقف مصر ثابت يعني أهم من الخلاف دايما التعاون والشراكة طبعاً. في منظور مصر قبل الخلاف طبعاً. ده خلال حديث سيادته لما تطرق إلى الحديث عن سد إثيوبيا وأهمية التعاون لتنمية شعوب وادي النيل بشكل عام موقف مصر يدرس في هذه القضية طبعاً. وفي ضبط نفس وفي رغبة طبعاً. في التعاون حقيقية الحقيقة هو والله يا سيادة الرئيس يشكر وربنا يعني اصطفاه بالضبط النفسي وكاتمين الغيظ يعني والحل يعني فهو طبعا بيتعامل بطريقه لان العنف يعني حضرتك النهارده لما بتتعامل مع عدوك
او في فكره بينك وبينه خلينا نقرب الفهم، لان المشاكل هتجيب خسائر للطرفين مش هتجيب نهوض. يعني زي ما احنا شايفين لسه اليمن ما استقرتش برضو على عدم تفاهم، بعض الدول حضرتك فيها برضو الشيعة واللي هم السنة وحاجات وإيران وحاجات فإحنا عايزين نوج يعني نقرب الرؤى من بعض ونقرب المفاهيم من أجل النهوض لبلادنا. إحنا مش قاعدين، هو سيادة الرئيس بيوري إن أنا برسم خريطة لبعد مني. صحيح. النهاردة النيل ده بتاعنا كلنا. صحيح. والحكام مش هتحكم الشعوب، الحكام جاية تسير الأمور مش جاية تعمل. فالنهاردة فكرته وإن هو يعني يبعت رسائل تمام، وإن احنا نقعد مائدة مستديرة من أجل الوصول لهدف معين وبدون خسائر بين الطرفين، فدي رسالة مهمة جدا سيادة الرئيس بيبعتها، ودي حكمته اللي هي احنا خدنا معاه اتزان ودراسة الأبعاد، يعني الأضرار إيه والخسائر ايه والنجاح ايه. فهو طبعا بيرسم الاستراتيجية دي، وان الناس كلها طبعا حضرتك دلوقتي يعني كان الاول لسه بيشوفوا مين سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ايه مفهومه، ايه هل هيقدر يعمل، وبرضو معاونة الشعب. الشعب لو ما كانش بيحب سيادة الرئيس ما كانش هيصبر ويتعاون معاه في النهضة اللي احنا عملناها، نهضة مصر للأمام. فده نسأل الله يعني طبعا التوفيق ده من عند ربنا سبحانه وتعالى، والقادم أفضل بإذن الله، والقادم إن شاء الله هيكون أكتر. متفائلة ومطمئنة إن شاء الله جدا جدا، لأن شبابنا وجيلنا هيطلع جيل قوي جدا، وهيطلع من ولادنا هو خريج كلية حربية وخريج شرطة وخريج جامعات. وبشكر الرئيس انه المرأة كانت على الساحة في النيابة العامة ومجلس الدولة، يعني يعني النهاردة برضو دي من الحاجات اللي اتكلمت عنها جميع الدول. يعني صحيح. اتكلم النهاردة ان المرأة دلوقتي بينهض بيها كمان، مش المرأة بس اسم المرأة فعل، انها تكون على قد المسؤولية، انها بتحل وبترسم خريطة بلدها من اجل النهوض والارتقاء بينها وبين الدول. فهو ده نسأل الله يعني، وانا شاكر. شرفتيني. ده انا اللي شرفت شرفت مصر حضرتك كمان. الله يخليك استاذة نورة راشد نائب رئيس تحرير الجمهورية. الاعداد والفريق الله يخليك. شكرا جزيلا. وصلنا لختام هذه الحلقة، بكرة إن شاء الله نشوفكم في حلقة جديدة. شكرا جزيلا وموصول لضيفتنا الكريمة ولحضراتكم، وغدا نلتقي وحلقة جديدة من برنامجنا هنا مسبيرو بإذن الله.